سيادة النائب حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، مليون مبروك، بيتكرر لحضرتك دائما في هذه المداخلات، مليون مبروك الفوز المصري النهارده. صباح الخير يا كريم، ويعني الحمد لله، يعني الله يبارك فيك. مليون مبروك لجماهير النادي المصري، مليون مبروك للعيبه الابطال، جهازنا الفني المحترم، زملائي في مجلس إدارة النادي المصري، جماهيرنا اللي انا افضل اقول لك يعني مليون مره شكرا ليها. تتحمل سفر كبيره رايح جاي 800 كيلو، صحيح، ساعتين من التشجيع المتواصل بيكونوا الدعم الاساسي والحافز الاساسي لجماهير تحرك الحجر. صح، عشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعدها. والنهارده الحمد لله زي ما انت شايف احنا متصدرين المجموعه، يتبقى لينا اخر مباراه ان شاء الله لحسم الصداره باذن ربنا لاهلنا. ان شاء الله تكون يعني خطوه للامام بطموح ودوافع جديده باذن الله اللي احنا نحصد البطوله باذن ربنا. فرق كتير مع المصري يا فندم ان يبقى عندك مدرب بخبرات افريقيه كبيره ساعدت المصر بالتاكيد في هذه البطوله. طبعا يعني كابتن معين شعباني سي في قوي جدا يعني غني بالبطولات الافريقيه، وانا دايما زي ما بتكلم معاك وبتكلم مع اللعيبه لازم احنا كنادي مصري نستفيد من وجود كابتن معين الشعباني معانا، وراجل زي ما احنا بنتكلم كده بياخد كل دور وكل مباراه على حده وبيوصلنا للهدف اللي احنا عايزينه. وكل ما الضغط بيبقى علينا اكبر خاصه مع طلعها كابتن معين الشعباني برضه بيعمل فيه روتيشن عالي جدا عشان يقدر محافظ على لعبته. وخليني اقول ان الجونين النهارده وانا كنت واحد من الناس المقربه جدا الفتره اللي فاتت في رئاسه البعثه ثلاث بعثات مصريه، انا بشوف الاجوان اللي بنجيبها النادي المصري هي جمل بتتحفظ خلال التدريبات. صح، وبنشوفها بعيننا. ساعات طبعا ما بيكونش في توفيق واللي ما بيجيش، لكن الحمد لله الفتره اللي فاتت في توفيق في الاهداف، وده نجاح للمدرب اللي هو بيقدر يحفظ لعبته ويوصل له، ودي مهمه تماما، بيوصل له فكره ويقدر ينفذه ويطبقه على ارض الواقع في الملعب. وبصراحة يا فندم هو كمان نجاح للإدارة اختيار معين الشعباني والإبقاء عليه والحفاظ عليه واستمراره مع الفريق والدعم الكامل اللي بتقدمه مجلس أو بيقدمه مجلس إدارة النادي للجهاز الفني واللاعبين. دايما بقولها إن ده يعني نجاح للكبير وتوفيق كبير من ربنا للمجلس تعاقد مع كابتن معين الشعباني، ونجاح كبير قوي للجنة الحالية اللي بتدير النادي المصري بالتجديد ليه ورؤية مستقبلية. ان كابتن معين الشعباني يمكن ينفذ مشروع او حلم للنادي المصري في الفترة اللي جاية، عشان كده احنا ابتدينا نجدد من بدري جدا عشان برضه نشتغل على النواقص اللي عنده في المراكز عشان نقدر ندخل ان شاء الله الميركاتو الصيفي واحنا جاهزين بدوافع وأهداف جديدة ان شاء الله تساعد في نقلة ثانية ان شاء الله في طموحه سواء في الدوري او في البطولة الافريقية ان شاء الله. سيادة النائب حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنا بشكرك شكرا جزيلا ومليون مبروك فوز النادي المصري اليوم على فريق القطن الكاميروني.